بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القياد يا ليالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد، حللنا أهلا ووطأنا سهلا. كما عودناكم منذ أزيد من سنتين ونصف نحن متواجدون باستمرار يوميا avec continuité sans discontinuité sans arrêt، بدون توقف ولا يعني بدون انقطاع ولا توقف. والحمد لله والشكر لله، استطعنا بفضل جهودنا واستماتتنا وسعينا في الوصول إلى الهدف الذي رسمناه بعناية وآمنا به، لأن الإيمان بالقضية العادلة بأنك صاحب حق هي سر النجاح. سنتين ونصف يوميا بدون انقطاع، حتى العمل اللي كنت يعني تندخل منه واحد البركة تقريبا شي 4000 درهم في الشهر تخليت عليه يوميا، 150 درهم يوميا من أجل هذا الملف منذ أزيد من سنتين ونصف. كما نحيي جميع المخلصين والمخلصات الأحرار والحرائر، الناس اللي ما بغيروش الجلود ديالهم لآمنوا تاوما بالقضية ووقفوا إلى جنبنا، إلى جنب المستضعفين، إلى جنب المغبونين، حتى تم الاعتراف الرسمي بالملف العادل، القضية العادلة، الملف الشرعي والمشروع. فأي كنيمة، أي شلاهبي، أي قطاتعي يهضر على هذا الملف بأنه هو اللي جابه فهو شماتة، فهو شماتة، وما عندوش الحس ديال 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 الرجولة، لأنه لم يساهم في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد. والجميع الضحايا يعرفون الناس اللي ساهموا في إبراز هذا الملف، وكل شيء بالحجة وبالدليل، كل شيء بالحجة وبالدليل. والإخوان اللي فعلا ساهموا في 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 هذا الملف وجراو من اجله منذ البدايه الى الان معروفين. حتى الناس اللي كانوا في التنسيقيه الام، اللي كانت تقول التنسيقيه الام، راه معروفين وتنقدروهم. هذوك رجال كانوا فعلا خدامين واقفين على على على, على القضيه، ومشينا معاهم يعني سواء في الدار البيضاء سواء في الرباط، ملي كنا تنديروا داك تنمشوا للنقابات كلها جلناها. ولكن ماذا حدث اللي حدث واللي وقع، ان جاتهم ديك النعره او ما نسميها بالمراهقه النقابيه،
ولا كل واحد باغي يبان بان النقابه ديالو هي اللي دارت ليه. في الاخر لقاها دارت لي شي حاجه اخرى، ومره ما دارت ليه والو، ما دارت ليه حتى نمي. وحنا من مشينا للنقابات كامله كلهم، ما كانش واحد يتجرأ باش يقول لك انا اتبنى الملف ديال ما قبل 2012 نهائيا نهائيا. ودائما امام هذا المنبر اللي تنشكر الكاتب العام الوطني ديال النقابه اللي مشيت ليه هنا في فاتح مارس وتبعته حتى لمراكش، وكانت له من الشجاعه ما يكفي ما يكفي باش يقول صراحه بعد ما كانت يجري عليهم وهما ما تيستقبلوهمش لانهم كانوا عارفهم، كان عارفهم. قال لي صراحه ان راه ما كاينش شي حاجه ما قبل 2012، راه كون بان لي غير شي 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 يعني شي يعني واحد البصيص ديال الامل، راه غادي ما كان لي غادي نشد الملف من عندكم. ولكن لحد الان راه باقي ما باين حتى حاجه، نهار تبان شي حاجه حنا الاولين نوقفوا معكم. وفعلا الان هو من ترافع وتيترافع على هذا الملف، ترافع الحمد لله، سواء على ضحايا الزنزانة التاسعة، سواء على ضحايا سواء المستكملين أو غير المستكملين، 10200 عفوا. الجميع يعلم كيف تم الاعتراف بهذا المظلوم ديال 10200 الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات اللي من مشينا هنايا حنا تنعرفوا كل شيء. هذوك النقابات كاع الان اللي تيديروا بها كلهم تنعرفوهم، الكتاب الاقليميين هنا واللقاءات اللي كنا درنا عندهم الى اخره، هادو اللي جايين هما حتى اخر المطاف اللي داروا لهم، قال لك تجي نديروا لهم مكتب، اجي نديروا وقفه، باقا شي وقفه وباقي شي وقفه، كنت هشم وكنت هشم باقا شي وقفه، يلا قال لك باغي يلا طفات عليه الشمعه قال لك باغي يجي يدير وقفه. وانا غادي نفسر لكم اش كاين نهار 14 في ذاك، واش عرفتي اش جرى، واش عرفتي اش طرا، واش عرفتي اش كان، ها واش عرفتي اش كان. انتهى انتهى الفيلم المكسيكي، دير وقفه، سير على رجليك، سير حيد حوايجك وسير محيد حوايجك، ما تقرر قد تقرر. وحنا قلت نقول لكم صراحة اللي ما حضرش في المحطة في الفترة البينية اللي مني الله جا السي شاكي بن موسى وداروا الباساسيون هو وأمزازي، سي أمزازي ملي داروا الباساسيون دي كونسين وتسلم الحقيبة ديال وزارة التربية الوطنية من 15 حتى 29 اللي ما كانش في هذه المحطة ويمشي يشوف شي حاجة يجلس عليها تكون مريحة. أما باش تجيو حتى لاخر 31 ويعيطوا عليكم وتكتبوا لهم طلب مكتب نقابي، ونهار 31 يجي يقول لكم ديروا اللجنه وتجيب مجموعه ديال الخبور، مجموعه ديال كوبنهاجن، مجموعه ديال كوبنهاجن اللي موالفين هاد الحشه وقطيع النعناع، الحشه حشه مشي يشوفوا ولا لقاو ما يحشوا. إذن هاد الملف كلشي معروف كيفاش درناه. بعد ما مشاو كلشي حنا عرفنا كيفاش يعني مشينا على النقابة اللي مشينا عندها، الكاتب الإقليمي ديال الأسفي السي المهيدي جزاه يوسف جزاه الله وكل خير، هو عاوتاني تلاقينا بالسي العادي لحسن، السي العادي لحسن للإشارة كنا واقفين أنا والسي المهيدي أول ما تلاقينا به امام النيابه نيت، وجا الكاتب الاقليمي ديال النقابه الاخرى، واحد النقابه اخرى اللي كان يعني راه بحال الاخ ديالي كبير معانا الاخر، الكاتب الاقليمي ديال النقابه الثالثه كلهم اللي كاينين هنا راه دوز معايا الصندوق فورماسيون ديال انستيتيوتور كلهم تنعرفهم، ولكن راه كانوا تيقولوا لي اللي كاين ما كاينش ما قبل 2012. الوحيدين اللي تبنونا واللي شدونا وهما يعني لون تي ام
السي العادلي الاشاره راه هو اللي كان رافع على جاو نيت مديرين وقال لك بان السي العادلي، كنت نهضروا على السي العادلي وهذه راه تنقول لك انا في غش 2020 وغش من كنت باقي الناعسين شو تنبير 2020 كلش باقي موثق. واتصلنا مع السي الدحمان انا ذاك وقال لك مني غادي من وراء اكتوبر مني غادي تبدا يعني نجلسوا مع الوزير غادي نهضروا معاه على الملف ديالكم. وفعلا النهار اللي من بعد اكتوبر ومني جلس مع السي امزازي هضر على الملف واتصل بينا. والسي العادلي فعلا جا مديرين انا ذاك وقال لك السي العادلي هو اللي ترافع علينا كالاداره ديال الاداره التربويه، ترافع عليهم في البرلمان على هذه الاداره التربويه الان اللي درك غتسولهم الملفات ديالهم الى اخره اللي غيولوا متصرفين وذاك راه ترافع عليهم في البرلمان السي العادلي. وفعلا الفضل الكبير ايضا يرجع الى الحاج جمونه افتاتي الله يجزيه بخير اللي وقفت معنا ووقفت معنا بالفور يا الشيفور. والزوج ديال الدكتور سي عبد العزيز من وجده. اذا الملف اللي تبناه تبناه من وجده من اسفي حاضره المحيط المناضله وباقي الفيديوهات ومن وجده. تم فين تلتاجوا الاخوان تم ثاني الى الاستاذ الزيزي. ولكن كان سي العادي اللي كان ترافع قبل وخدينا الاعتراف. واول حاجه مني كنت قلت ليش قال لي شحال قلت لي كان 12716 اللي بقى. لان انا عارف العدد الاجمالي ديال كل اللي توظف بالسابع هو بالثاني 555978 حوالي. هادو اللي توظف بالسابع هو بالثامن بما فيهم حالون على المعاش والمتقاعدون رحمهم الله. كل شيء كانوا بقاو حوالي كانوا هذيك الساعه حيدوا شي 16716 كانوا حيدوا وتخلصوا من المتقاعدين لان كانوا المتقاعدين ما عندهمش الحق باش يدوزوا. وبقاو غير المزاولين هما اللي خلاو حوالي 40000 بقاو غادي تدير الرق 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 حتى 2016 مني جا يعني السي المختار مني كان قال لهم بان راه باقا 30131 30131 ديال من يسمون انفسهم ضحايا النضال. لي فين كان خرجوا هذوك الزوافطيه هذوك ابو صابونه والاخرين من بغاو يصوبنا وكل شيء قال لي راه بغيتي ديري لنا العصا في الرويضه قالوا لي المختار وقالوا لي فقط راه كاينه حوالي 20000 تولاو تا 20000 ما دايزينش. عارفين علاش؟ عارفين هما غادي يدوزوا غير المتقاعدين والمقبلين غيدوزوا غير المتقاعدين والمقبلين من التقاعد والمزاولون اللي هما خريجين اللي كانوا ديال الثمانينات غيجروا طوالهم وغيدوزوا بالتسقيف قولبوهم اللي باقي راجعين تيقولوا لهم ديروا لنا الوقفات تاش من وقفها ولا بنت تاش من وقفها تيدوخوا عليكم وبقاو تيجرجروا فيها. هما اللي صدقوا من 1/1/2016 ولاو داير لهم بترقيه باثر رجعي من 1/1/2016 مزاولين جراو طوالهم دازوا التسقيف اللي في الوقت اللي كان صحاب الثمانينات اللي ما مترقيش بالماده 112 فقط هو اللي كان مستهدف كضحيه من ضحايا النظامي. اما اللي داز ب 112 هذاك كان خصو يمشي يتسنى. حنا من بعد نهضروا على هذا ما بغيناش دركا غادي نمشيو وحده وحده باش ما نطولوش. عفوا تصبوا شوي عفوا. اذا حنا سنتين ونصف يوميا وجميع الفيديوهات تشهد على ذلك وجميع يعني التحرك ديالنا في جميع ربوع المغرب ومين كان الكونفين ومين كان الوضع الاستثنائي ورمضان ديال العام اللي فات وقسمناه في الفنادق. هادو اللي كانوا هذيك الساعات تيغطونا في نوميين تحت الكاشه وكل شيء عندنا موثق صاحبي كل شيء صوره وصوتا كل شيء اللي موفمون دو لا جورني اللي كنت نديرها كلها موثقه لي موفمون دو لا جورني نهار بنهار درنا المغرب كامل بنفقات ديالو بداك وتنحيي الاخوان اللي كانوا تيوقفوا معانا الله يجزيهم بخير. من جا الاعتراف وترافع السي امزازي السي العادل حسن وجاب الوزير امزازي الى قبه البرلمان الى لجنه التعليم والتواصل والثقافه. من جابوه هذيك الساعه كان دار اسئله شفويه واسئله كتابيه
وملتمسات وجهت الى رئاسه الحكومه، الى وزير الماليه، والى وزير التربيه الوطنيه. وجاوب اول ما جاوب السي امزاز اللي كنتوا باقيين عاقلين، قال 11000، حوالي 11000، باقي ما مركش. حنا كنا قلنا لي 12716. والسي العديلي حسن، حنا اللي درنا المذكره التفصيليه وكل شيء باقي موثق، وتطرقنا في البطاقه التقنيه ديالنا ديال ضحايا الزنزانه التاسعه، ديال ضحايا الماده 112، ديال الترقيه بالشرط الشرط 15 لست الماده 112، تطرقنا الى الماده 115 سنوات الاقدامية الاعتباريه، وتطرقنا الى دي ديتاي اللي ما عمر كان عندكم في شي ميل في شي بطاقه ولا كنتو تامنوا به. مين يعاود السي امزازي شاف ما يفيد جداول الترقي ديال ضحايا الزنزانه التاسعه اللي كانوا خاصهم يدوزوا في 2007، كانت خرجت اللوائح وتم توفيق توقيفها، وداروا البلوكاج والسابوتاج، وقفوا العمل بالماده بيوم 12، وعلى اثرها لي ليست دافونسمون تروازيام كراد ودوزيام كراد لارتيكل 112، يعني اللوائح اللي كانت خصهم خرجوا في فبراير 2007 وخرجوا فعلا، داروا لا سيسبونسيون ديالها، وقفوا العمل بالماده 112 باش يعني يوقفوا هذوك اللوائح ورجعوا يعتمدوا ترقيه ب 10 سنوات هذه بين مزدوجتين، باش يديروا التضليل والفالسيفيكاسيون والهم الكحل، ويوفروا الاعتماد ديالنا حنا يدوزوا به اصحاب الاجازه كما جاء على لسان الوزير الوسيع للقطاع وشهد الشاهد من اهلها السيد الوفا رحمه الله عليه، عندما قال من جيت لهاد الوزاره لقيت بزاف ديال التحرميات والتهريب والترقيه ديالكم انتم اصحاب السي اي اف اي، اداوها لكم اصحاب الاجازه اللي هما الان اللي دازوا مع ثلاثه الملفات، ما يحيدوا ملف تديروا ملف، الان هما الاوائل اللي دازوا 2003 هما الاولين دازوا ل 11، اي امتياز هما الاولين تيمشوا ليه، وهذاك الشيء حنا غنهضروا فيه مره اخرى، نعرفوا الامتيازات هذيك اللي تتعطى ومن حقهم ياخذوا امتيازات، لان بنادم ما تيتبطقش ومخلينا مديرين على اللي بغاو. اذا من شاف الجداول للترقي ضحايا الزنزانه التاسعه اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 اللي كانوا مستوفين الشروط قبل احالتهم على التقاعد وكانوا مقيدين بجداول الترقي، وخرجت الاسماء ديالهم بترقيه باكثر من 3 سنوات ووحدات المناصب الماليه ديالهم باكثر من 3 سنوات بالماده 112 شرط 15 لست لان التاسع دار في طور الانقراض 2003، وباش يترقاو من 2003 في حدود 4 سنوات، يعني 2007 فبراير يكون يعني بتاريخ مفعول مالي للجميع، واي واحد تيتقاعد خاصو يترقى من سنه احاله التقاعد. هذا الشيء اللي خربقوا وما داروش، وكانوا يستثنوا اللي بغاو يستثنوا، ويستدركوا اللي بغاو يستدركوا، ويسيسبوندون اللي بغاو يسيسبوندون، يعلقوا اللي بغاو يعلقوا، ويبلوكوا اللي بغاو يبلوكوا، ويديروا الغاسبياج، ويديروا اي يهمك حل ما تيهمهمش. علاش؟ لان كانت الملفات تسوى ويقم ويتم معالجتها وتسويتها وفق اجندات تابعه لي يعني القواعد ديالهم للمؤثرين للمنتسبين. وخصوصا في 2007 كانت هناك انتخابات، كانت انتخابات البرلمانيه الى اخره، كل شيء يعلم ذاك الشيء، وخص بنادم يدير ذاك، وجات في نص النفاق انذاك. من شاف اللوائح تما فين، قال جابوا لي اللوائح، قال 10200 دي ميل دوسا قالها. حتى من جات استاذ الزيزي من وجده واللي ما فاهماش ما كانش فاهم الملف مزيان، اش قالت ليه؟ بدات تهضر ليه على اللي كان خاصو دقيقه، خاصو نهار الى اخره، 31/12 اخره، كلشي هذوك اللي تيبداو يقولوا 31/12 الى اخره، بحال هذاك الناقب دوك اللي جا حل لهم قال لهم اش ديروا اللجنه، حتى هو نهار لي 52 دقيقه وانت نهضر معاه، مني جات يقول لهم اعزيزو مع اعزيزو، وهذاك راه هضرت معاه قال لك يستعين هبطوا ل 2003، وبحال هو بن شعبون وزير الماليه. قال لك كاين 1/1/2012 هذوك الكنانم جايين، قال لك راه دار لي من اللجنه وجايين باغي، قال لك يديروا وقفه، يلا يلا فقتوا من الناس، ولكن لقيتوا الخبور، ولكن هذاك الخبري انا اليوم ما غادي نعطيش، ولكن غادي نشوف الحصه الجايه، غادي نشوف وبناء على التصرف ديالو غادي نعطيه لودنيه، انا اعطيه على ودنيه، انا اعطيكم يا الكفار بالله، تقول لي علاش تعطيني لما تعطيني
جايب لينا خبور تجراو عليه كل شيء، جراو عليه، قول لي علاش جراو عليه هادو. المهم نكملوا داك اللي رجعوا لهادو اللي جراو عليهم. اش دار من جات اش قالت تايا استاذ اش قال، قالت لي توا راه كاينين باقي 154 الى اخره، وما فاهمش اش كاين، ما فاهمش بان هذوك 154 ما عندهم حتى شي علاقه. 154 هذوك راه من 2012 اللي تقادوا 2012 الى 2015، هادو السيستيم تيرفضهم ديال ليديكاسيون ناسيونال، لا سورس دو ليديكاسيون ناسيونال، يعني تترفضهم، ما كاينينش في السيستيم بالنسبه ليها، ان اكزيستون غير موجودين لحد الان. وحتى اللي تقاعدوا من 2016 الى غايه 2018 هذوك اللي دازوا، هذوك حتى هما راكم ما داروش ليهم مزاولون من اجوج من 1/1/2016، تحايلوا على المرصوب بدلا ما يقولوا راه متقاعدون مقبلون على التقاعد، داروا بانهم مزاولون في السيستيم، داروهم مزاولون، هذاك الشيء باش ما يرفضهمش السيستيم ويعطي حتى هما ان اكزيستون، لان المرسوم ديال جوج 19 504 هذاك الكاريتي اللي داروا 504 هذاك راه دخل حيز التنفيذ نهار 26 جوان 2019، وبالتالي في سرايا المفعول ديالو تيبدا من نفس التاريخ 26 جوان 2019، وبالتالي بما ان المتقاعد يرقى من فاتح يناير بالنسبه للمزاولين، هذاك هما تاريخ المزاولين، بما ان المزاولين يتم ترقيتهم من فاتح يناير يعني من سنه احاله التقاعد، ف يعني اللي من حقه يترقى وخا تقاعد قبل 26 جوان هو اللي تقاعد بتاريخ فاتح يناير 2019، اللي تقاعد قبل من فاتح يناير 2019 فهو متقاعد، فهو متقاعد، وترقية متقاعد واحد يجب ترقية الجميع من تقاعد من 2003 إلى غاية 2019، خاص كل شيء يدوز ولا ما يدوش، بمجرد ترقي متقاعد واحد خاص كل شيء المتقاعدين يترقاو، وزيادة على ذلك فالترقية من حق المزاول فقط لأن تربطه رابطة وظيفية، من أحيل على التقاعد فقد أحيلت أوراقه على التقاعد في الإحالة، تاريخ الإحالة التقاعد وتاريخ الاستفادة من التقاعد. مثلا 31/12 هذو اللي مصدع لنا همنا 2011 31 تاريخ الإحالة على المعاش أو على التقاعد، 1/1/2012 هذاك تاريخ الاستفادة من التقاعد، هنا دخلت الـ CMM بديت تتخلص، مابقيتيش محسوب على على الوظيفة على الوزارة التربية الوطنية، وبالتالي في الوزارة التربية الوطنية لا يمكن لها أن ترقي واحد ما خدامش معاها. هذاك الشيء علاش اللي تقاعدوا من فاتح يناير 2016 ردوهم مزاولين باش يقبلهم السيستيم، باش ما يرفضهمش يدير لهم ان اكزيستون، لا سورس ما ترفضهم يدير لهم ان اكزيستون، داروا لهم مزاولون انهم مزاولين وتفاهموا على تاريخ المفعول المالي والاداري 1/1/2016، وبالتالي فدوزوا من فاتح يناير 2000 من سنة الإحالة على التقاعد، هادو اللي تقاعدوا من بعد 2016، أما 2012 اللي تقاعدوا من 2012 إلى 2000 و لما تم 2015 هادو كانوا مقصيين، السيستيم لي لا سورس دو ليديكاسيون ناسيونال ما تتعطاش بهم، تتعطي بالنسبة لهم إن إكزيستون، إن إكزيستون، إن إكزيست با، كاينش غير موجود. إذا جميع المتقاعدين من 2003 إلى ما تم 2015 مقصيين وما تعطاش بهم السيستيم نهائيا، ضحايا النظامين بالنسبه لي، بالنسبه لي السيستيم لا سورس دو ليديكاسيون ناسيونال بالنسبه للمرسوم وفق مقتضيات المرسوم 19504 ضحايا النظامين، وهو كل واحد قاعد من 1/1/2016 وما بعد. القيادة مع احترامتي للاخوان اسمحوا لي، اسمحوا لي، اش كيادر قال لك باغي نديروا وقفه، باغي قال لك يدير وقفه الاخر لحظه تريقل على البشر. انا غادي نقول لكم 14 اش كان 14 ديال هذا الشهر، ديال جوان 14 جوان 2022، وانتهى الفيلم المكسيكي، انتهى الفيلم المكسيكي، انتهى الفيلم المكسيكي. هاد المحطه الان ديال 14 جوان الاربعاء ديال البارح انتهى الفيلم المكسيكي،
تاها فضينا. انا غنرجع دابا ونهضر لكم عليها لان هذا طول، غنرجع لكم عليها. وقبل ما نديرو كان واحد الاخ قال لي بالنسبه الاستاذ الدحمان، تتهضر لي على الدحمان، نهضر لك على الدحمان وش اللي بيه فمك انك ما تعرفوش. انا تنهضر على الاشخاص مش على النقابات او على الاحزاب. انا من اعارض، اول واحد تنعارض السياسه اللي دارها بن كيران، واهاجم الجميع من يعني من يقوم باي سياسه فالسيفيه بالنسبه لذاك. انا حافظين ومعارفين، وحتى بالنسبه هادو اللي جايبينهم نتوما اللي دايرين ليهم حتى هما داروا قنوات وخارجين تيديروا وديبلو في المشاعر الى اخره، وبنادم ملهوط والهم، كاين اللي قال مشى للحبس الى اخره، ودا بحال هاد النقاب هذوك اسمهم صحفيين اللي تيقول لك صحفيين خارجين في بن كيران الى اخره. كل واحد عنده أجندة ديالو. وانت باش تفتح قناه، باش تفتح قناه راه عندك دفتر تحملات، وتتخضع للسمع البشري، وتبقاو يدك تغوليهم في المشاعر ديالهم وهادي وديروا عليهم فقط، اش غادي يدير ليك؟ وملي تكون شي حاجه شخصيه عنده مع بن كيران ولا مع غير بن كيران تيبدا ينفخ. هذيك هي عندهم اسبري، عندك قناه، عندك قناه فاتحه راه مقاوله، هذيك اللي دايرين هما راه مقاوله ديال الصحافه، راه مقاوله هذيك، راه عنده اسبري كوميرسيال، خاصو يدخل عنده بحال سلعه، خاصو يديرها، خاصو يسوقها، يدير لها الماركتين. وكل واحد كيفاش قاري هذيك المساله اخرى غادي نكون نهضروا عليها، نهضروا عليها ثاني اخرى. اما بالنسبه حنا راه عارفين كاع شكون اللي سنا في 25 اكتوبر 2016، هذاك هو التاريخ اللي كانوا تفاهموا عليه في اللقاء، هذا اللقاء وكانوا دار في عهد سي بن المختار، وكانوا يسحبوا بان 2016 غيدوز الملك. ما داز في 2016، ما داز في 2017، ما داز في 2018، داز 2019، يعني بلا ما نبقاو نكثروا في الهضره، اللي تقاعد قبل من 2019 ما كانش خصو يدوز، كلهم قاعدين بلا ما نبقاو نديروا الحيال على السيستم. وترقيه متقاعد واحد، كلش المتقاعدين اللي تتوفر فيهم نفس الشروط خصهم يدوزوا بدون قيد او شرط. هذا هو المشكل اللي طاح. وحتى من جاو تحايلوا داروا 2016 مزاولون ودوزوهم، فهذوك اللي 2012 حتى 2015 هذوك ما كانش خصهم يدوز نهائيا، وباقي لحد الان السيستيم لا سورس دو ليديكاسيون ناسيونال تيعطيهم انيكزيستون، غير موجودين، ولا ما تيعترفش بهم، عفوا تيعترفش بهم نهائيا، وبالتالي فلا وجود لهم، حالهم بحال اللي تقاعدوا قبل من 2012. اذا قلنا من كانت جات هذيك، كما قلت نكمل على سي، حنا اللي تهمنا اننا مني ما لقينا حتى شي حد، لقينا هاد الاخوان الافاضل الاحرار والحرائر، فريق ديال السي العادي لحسن اللي تابع العداله والتنميه للتعليم، فريق التعليم انذاك، وقفوا معنا الاحرار والحرائر، ووقفوا معنا فعلا هاد النقابه ديال تي ام، وقفت معنا وهي اللي تبنت لينا الملف، وهي اللي في المحطه ديال 15 اكتوبر، بين المحطه الفتره اللي بين 15 اكتوبر و 29 نوفمبر 2021، هذاك الملف ديالك اللي ما كانش موجود في هذا الملف، ما كانش غادي يكون في هاد الملفات 27 هذا العام نهائيا، وما كانش غادي يجي تال واحد تال 31 تال دابا اللي يجي قال لك باغي ندير وقفه، وسير دير وقفه مع نخسروا معكم الهضره، عفوا الا ما كانش هنا هذيك الساعه اللي انت امتى هي عيط عليها، واخا ما عندهاش تمثيليه، ما تهمناش تمثيليه ولا ما تمثيليه، تمثيليه ولا تمثيليه، نقابه ديما تتبقى نقابه. لون تي ام عيط عليها حتى هي، واستدعاها واستمع لها وسلم منها الملف المطلبي ديالها اللي تقريبا ما عدلاش 36 هي، وكان ضمنها الملف ديالنا اللي ضمنا حنا الملف ديالنا اللي تم الاعتراف به رسميا. وقلت لك مين كان جا عفوا ونسدوا القوز ديال هذا ومن بعد نهضروا حيت راه طويل هذا الشيء. مين جات الاستاذه زيزي وبدات هي تتهضر هذاك، الوزير ولا تصحح ليها،
لانه كان ديك الساعه استمع المرافعه ديال سي العادلي، وسي العادلي جلس مع طابل وفهموا كل شيء، وقال ليها ماشي 154 بحال هكا. استاذ عزيزي قالت لي 154 وبغات تزيدهم ديك 44 حرامي. وهو اش يقول لها؟ نفس الكلام اللي تيقولوا هاد النقابه اللي يلاه جات بغات دير لهم، يقولوا تابعين المنسق النقابي ديال المكناس، وهاد الملف ما عنده حتى علاقه بيتي شي كنيمه. هاد الكنيمه جراو عليه، جاو عن شي خبور بغا يديروا، انا نهضر عليهم بعدهم تاعهم ترى تديروا ما كاينش الوقت. اللي ملي جاش قال لها، ملي بدات تقول لي 154 قال لها 10200 امزازي سعيد، قال لها كاينه 10200 والملف 10200، قال لي ملف مختلف في وضعيات اداريه مختلفه، كاين اللي تقاعد بالتاسع، كاين اللي تقاعد بالعشر، كاين اللي تقاعد بالثامن، ولما لا؟ هذاك الشيء علاش قال لك لما لا 2002 2001 2000 الى اخره، وجميع من تقاعد من 2003 الى 2011 لجميع النقابات هادو كان يستحيل تحلموا يعني يترافعوا عليكم على شي واحد تقاعد من 2003 الى 2011. حتى في ديك ديالهم الشطاحات ديالهم كانوا باغيين يقولوا جايين تنازليا من الفوق ونديروا 31 12 وهذه، عاودوا نهضروا من بعد.